السلام عليكم. حنا بصفة الجمعية التجار، ولكن كنهضر بصفة التاجر المكناسي الحر كامل، التاجر نتاع المدينة القديمة. راه هاد الناس وصلوا لدرجة أنهم بغاو يقتلوه، ما بقاتش يعني سنوا قوانين في البرلمان بهذا القانون ديال 2019 أنهم ينفذوه. هذا قانون يمكن تيتطبق في السويد، كيتطبق في فرنسا، ولكن فين هي هاد الحقوق اللي عطيتوا لهاد التاجر المكناسي؟ فين هي الحقوق اللي عطيتوا للتاجر المغربي؟ الحقوق ما كايناش، الضرائب فايتة الحد، الناس راه شاكات كتسالهم، هاد التجار هادو راه مادام خرجوا راه كتسالهم شاكات، راه غاديين في الحضيض وتزيد، مازال تزيد عليهم ضرائب. فانا كنناشد وكنطالب من جلالة الملك يشوف هاد الكلام اللي خرج به، اللي خرجت به الحكومة، واللي خرج به وزير الطالبي العالمي، وزير التجارة، اللي ما عرفش واش هاد الوزير عايش في كوكب اخر، واش عايش مع الفرنسيين ولا عايش مع الغاربة. إذا كان عايش مع المغاربة يبطل الواقع ديالنا، نعطيو محالة نيمار التجارة واحد الشهر ويجرب، وإذا كان عايش في أوروبا يمشي هاد الوزراء يعيشوا في أوروبا ويسنوا القوانين كيف ما بغاو. اما البرلمان فراه ما بقاش كيمثل الشعب، اقسم بالله الا اغلب الناس ما بقاش كتصوت، راه كتصوت واحد الفئه قليله اللي كتشد ال 50 درهم وكيطلعوا لنا مثل هذا السيد الطالبي العالمي، هذا السيد العثماني، هذا بوانو اللي ما دار والو لهذه المدينه هذه. هادو هما الناس اللي كيطلعوا للمجالس والبرلمان يهضروا علينا، فهادو راه ما كيمثلوناش حنا التجار ولا الشعب، راه ما كيمثلوناش هاد الناس البرلمان. وحنا راه بغينا الحقوق ديالنا هي الاولى، نقي اخلاء الشارع بصفه عامه، عاد اجي طالبني بالحقوق، انا غنصوب لك الفاكتوره، انا نبيع لك ربعه الشاونيه ونصوب لك فاكتوره الكترونيه، السي الطالبي العالمي. اما باش طالبني نصوب الفاكتوره وانت ما عايش في المغرب كتطلع على حقوق ديال دول اخرى، راه المغرب راه ما عندوش هاد الحقوق هذه. الله يعطيك السر، الله يرضي عليكم. راه كنتمناو يحلوا هذا البرلمان ويدير جلاله الملك يدير غير لجان، لجان تحكم هذه المدن، هذا البرلمان ولا الغرفه. الغرفه راه ما عندهاش الدور كاع في هذه المدينه، والبرلمان راه ما عندوش دور. لهذا كناشد من جلاله الملك يقوم بزياره لهذه المدينه ويبعد علينا هاد الناس اللي كيسرقوا الحلوى واللي كيسرقوا في الميزانيات. وشكرا.